اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين طبعا حلقه الابطال النهارده اللي هي مليانه ابطال الحقيقه. النهارده هنطلع بقى والفقره دي هنطلع بره مدينه وهران الجزائريه المتوسط، هنبعد عنها شويه، هنروح للدوري العالمي للكاراتيه. عندنا نجمه كبيره جدا نجحت انها تاخد ميداليه ذهبيه، في مفاجاه كانت للجميع الحقيقه. انا حتى نفسي شخصيا فوجئت بالميداليه الذهبيه في الدوري العالمي اللي اتعملت في مصر وفئه او سيريس A، يعني اتاخدت ميداليه في فئه مهمه جدا، وكانت مرشحه انها تاخد ميداليه في ابيض متوسط، ولكن حصل امور معينه في الاختيارات وبتاع. ولكن الكاراتيه من الالعاب اللي دايما حاطه مصر في المقدمه، لو مش في الاحتكاكات العالميه على المستوى الكاراتيه البطولات العالم مصر في حته تانية. بنرحب بحبيبه ماجد نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا حبيبي. ازي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا ان انا تاني مره ابقى مع حضرتك هنا بجد. انا الشرف ليا وانا اللي ببقى سعيد لما يقعد معايا ابطال، انتوا الاساس وانتوا اللي بتتعبوا والبرنامج باسمكم. شكرا. فطبعا دي حاجه تسعدني. حبيبي خلينا اتكلم عن يعني اخر بطوله الدوري العالمي. يمكن انت فاجئت الكل، حتى الاتحاد المصري نزل لك. أيوة. مصر الكاراتيه نزل تهنئه حلوه جدا ليكي. يعني الميداليه دي ظروفها، يعني الاستعدادات ليها ايه، المشاركه كانت شكلها ايه، كلمينا عنها. هي الميداليه دي يعني من الميداليات العزيزه جدا على قلبي، عشان الفتره كانت صعبه قوي، وكان اي حد ممكن يبص على الفتره دي يقول مستحيل ان انا اجيب ميداليه اصلا. بالزبط. كان فترة امتحانات وبطولات قبليها كمان، وأنا أصلا يعني البطولة بتتعمل على يومين، أيام الأدوار التمهيدية واليوم الأخير الفاينلز أو البرونز. فاليوم الأول كان يوم الجمعة، أنا كان الحمد لله لعبت ماتشاتي طبعا أبرس، وكان ماتشات صراحة جامدة من أول ماتش لغاية آخر ماتش السيمي فاينل. وتاني يوم كان عندي امتحان وتسليم الثمن لوح. يا خبر ابيض، انت كليتي الاول فنون جميله قسم عماره. ليه عملت في نفسك كده يا حبيبتي؟ ليه ده يعني؟ بس طبعا انا بهزر، يعني متفوق رياضي، متفوق في ما انا مهندس، بس هي الفكره كلها ايه، انه بتبقى صعب قوي على بطل عالميه. ده حقيقه صعب جدا. طب كلميني تاني يوم. خلصنا الامتحانات، تاني يوم كان الفاينل. طبعا مجهود الاول يوم والتاني يوم بتاع الامتحانات كان جامد قوي عليا، بس انا كنت عايزه اجيب الذهب. انا كنت انا نازله ماتش 3 دقايق انا هجيب فيه الذهب وهفرح بيه كل الناس. الحمد لله 3 دقايق انا مشيتهم زي ما انا عايزه، الحمد لله خلص الماتش 3-0 مع بطله كنديه. فانا كان يعني حتى الصور اللي كانت جايه بعد الميداليه انا كنت فرحانه جدا. صحيح. انا كنت بتنطط، وبجد كان من الميداليات العزيزه قوي على قلبي. يمكن هي دي بالظبط. هي دي الميداليه يا جماعه، اخر ميداليه ذهب حصلت عليها حبيبه اللي هي كانت في الدوري العالمي، كانت في 13/6. انا فاكر التاريخ كويس. ده حقيقه 13/6. وفي مفاجاه الحقيقه، يعني انا دايما بحب اللاعب لما يكون مش يعني متوقع له ميداليه، زي ما كانت معانا اسراء من دقائق، وتلاقي اللاعب ده كسر الدنيا. الحقيقه دي بتبقى مولد او شهاده ميلاد للاعب نفسه. فهي دي الميداليه، مكتوب عليها طبعا كاراتيه سيريس ايه او فئه اولى كايرو 2022، ودي ظهري طبعا الميداليه واللوجو بتاعها. حقيقه يعني حاجه جميله جدا ان اللاعب يكون يعني ده. انت لما تاهلت فاينل الناس ما صدقتش، لانه انا شفت كميه السوشيال ميديا الاخبار نازله لك ان حبيبه اتاهلت فاينل، حبيبه اتاهلت فاينل. فده يدل ان انت فاجئت الناس. يعني ده يدل على كده.